مقاتلات نووية فتاكة من أخطر الطائرات الحربية حول العالم، تسحق جميع الأهداف البرية والجوية والبحرية. انضمامها للجيش الفارسي أثار رعب أمريكا وحلفائها. ملكة السماء المميتة التي دمرت نصف القوات الجوية الأوكرانية. الأفعى الروسية سو-35 على موعد مع مواجهة بأخطر النسخ الشبحية من مقاتلات F-35، والتي يعمل سلاح الجو الإسرائيلي على تحسينها باستمرار من أجل توجيه ضربة محتملة ضد إيران ومنشآتها النووية. في هذا الفيديو نستعرض لك عزيزي المشاهد مقارنة بين أهم طائرتين في العالم قد تتواجهان بسماء الشرق الأوسط، ونكشف لك سيناريوهات المواجهة المحتملة بينهم ولمن ستكون الغلبة في الجو. نظرة خارجية على هيكل الطائرتين. بالنظر إلى بدن الطائرتين الخارجي، سنجد أن طول الأفعى سو-35 بين المقدمة والذيل 21.9 متر، بينما يصل ارتفاعها إلى 6.5 متر، والمسافة بين طرفي الجناحين 15.3 متر، وزنها فارغ 18.4 طن، في حين يتجاوز وزنها 35 طنا بكامل حمولتها التسليحية. وبالتعميق أكثر في هيكل الأفعى، سنجد أنها مصنوعة من ألياف الكربون المدمجة مع الألومنيوم والليثيوم، وتم إضافة مواد ماسة لموجات الرادار ضمن البنية الهيكلية للمقاتلة، مع معالجة لمداخل الهواء وواجهة المحرك بمادة الرام، وكذلك معالجة زجاج كابينة القيادة بالمواد الموصلة كهربيا لتجنب انعكاس موجات الرادار. وبالتالي فقد نتج عن كل ما سبق خفض البصمة الرادارية إلى حوالي 3 أمتار مربع تقريبا من المقدمة فقط، وتزداد في باقي الهيكل. وعلى الجانب الآخر، بلغ طول مقاتلة أدير الإسرائيلية نحو 15.5 متر، وبعرض 11 مترا، وبارتفاع 4.4 متر. بلغ وزنها 13290 كيلوغراما، بينما يصل وزنها إلى 31750 كيلوغرام عند أقصى حمولة تشمل بذلك الوقود والذخائر. تم تصميم هيكل F-35 بطريقة خاصة لتوليد أقل مقطع عرضي على شاشات الرادار، كما أنها مغطاة بمادة تمتص موجات الرادار. ويعتقد عادة أن مقاتلات F-35 تكون أكثر تخفياً من مقاتلات F-22 رابتور، التي يمكن القول إنها المعيار الذهبي لأداء التخفي في الجيل الخامس، مما يولد مقطعاً عرضياً منخفضاً للغاية على شاشات الرادار، لدرجة أنه غالباً ما يقارن بكرة جولف معدنية. وهذا ما يجعل مقاتلات أدر هي خيار إسرائيل المناسب لمهاجمة المواقع النووية الإيرانية. من الأسرع، سوخوي 35 أم F-35؟ تأتي الأفعى الإيرانية سو-35 بمحركين بخاصية الموجه من نوع ساتورن EL-31، يدفعان الطائرة بسرعة قصوى بلغت 2.25 ماخ، ما يعادل 2400 كيلومتر في الساعة بدون الحارق اللاحق، ويمكنها التحليق على ارتفاعات تصل إلى 18000 متر بسرعة تسلق تصل إلى 280 مترا بالثانية، بمدى يصل إلى 3600 كيلومتر في الطلعة الجوية الواحدة. في المقابل، يتم دفع F-35 أدير الإسرائيلية بمحرك واحد من طراز بريد أند ويتني F-135، أتاح لها التحليق بسرعة 1.6 ماخ، أي ما يعادل 1780 كيلومترا في الساعة بسرعة متواصلة ودون الحاجة لوجود حارق لاحق للمحركات، والوصول إلى ارتفاع 16200 متر، وبنطاق عمليات يصل إلى 2900 كيلومتر بالوقود الداخلي الذي تبلغ سعته 8382 كيلوغراما. تعمل الشبح الأمريكية بثلاث نسخ من المحركات، تتيح لها الإقلاع والهبوط بشكل عمودي، حيث لا تحتاج إلى مدرج، بينما تحتاج سو-35 إلى مدرج للإقلاع والهبوط، وتشترك كلا الطائرتين في أن كل منهما من الطائرة المقاتلة أحادية المقعد. أجهزة القتال والرصد. الأفعى الإيرانية من أهم مميزات سو-35 أنها تحتوي على رادار من نوع إيرباص عالي الطاقة وبعيد المدى، وهو قادر على رصد الأهداف من مسافة 400 كيلومتر أثناء البحث عن الطائرات المقاتلة المعادية، و160 كيلومترا أثناء البحث عن الطائرات الشبحية، ويستطيع تعقب 30 هدفا في وقت واحد
ويستطيع الاشتباك مع 8 أهداف جوية وأربعة أهداف برية في وقت واحد. كما تم تجهيز الأفعى الإيرانية بأحدث وأقوى معدات التشويش والحرب الإلكترونية الروسية من نوع كيبني أم، وهذه التقنية تعمل بفرز أشعة قوسية تغطي المقاتلة بالكامل حتى تكون الموجة على شكل دائري، وهذه الطريقة توفر حماية ضد أي تهديد جوي، بالإضافة إلى نظام OLS الليزري الذي يقوم بمسح جوي للأهداف حتى مدى 90 كيلومتر ويحدد الهدف ويقفل عليه بدون تشغيل الرادار المركزي للمقاتلة في مدى 70 كيلومتر، ويتعامل أيضاً مع الأهداف الجوية في المدى القصير أيضاً حتى 20 كيلومتر. أدر الإسرائيلية. تمتاز F-35 الإسرائيلية برادار نشط من نوع SA-BG-81، وتكمن مهمته الأساسية في رصد الدفاعات الجوية الأرضية ضمن نطاق يصل إلى 720 كيلومتر، ويقوم بتحديد نوعها ومدى خطورتها، ويقدم المعلومات الميدانية لقائد الطائرة، كما يقوم بقراءة طول موجة الرادارات الأرضية والجوية المعادية ويرسل لها موجات معاكسة، وبالنتيجة تصبح رادارات الأعداء مهما كانت متطورة عمياء بشكل كامل عن وجود F-35 في مجالها الجوي. كما ذكرت بعض المواقع العسكرية أن رادار أدر الإسرائيلية قادر على كشف الطائرات المعادية من على مسافة بين 150 و300 كيلومتراً بمقطع الراداري 1 متر مربع وتحديد موقعها على الخرائط بدقة، ويمكن أن يصل مدى الرادار إلى 400 كيلومتر في حالة استخدام خاصية الشعاع الضيق، ويستطيع الإقفال على 20 هدف في وقت واحد. من يتفوق في ترسانة القتل؟ تحمل F-35 ذخائرها داخل هيكل الطائرة وليس خارجها بهدف تقليل البصمة الرادارية، وبمقدورها حمل كافة صواريخ جو وصواريخ جو أرض من صناعة أمريكية أو إسرائيلية عموماً، كصواريخ بايثون 5 وصواريخ AEM-120 و130 جو بمدى يصل ل 175 كيلومتراً، إلا أنها تميزت بنسخة ثقيلة من قنابل GBU الأمريكية الشهيرة حملت اسم GBU-1000، وهي قنابل حرارية شديدة الانفجار موجهة بالليزر ودقيقة جداً قادرة على خرق التحصينات الإيرانية التحت أرضية، وصل وزنها إلى 890 كيلوغراماً. كما تتسلح أدر بمدفع دوار رباعي الفوهة يستخدم ذخائر من عيار 25 ملم ويصل مداه إلى 6700 متر، ومزود بأنظمة إطلاق آلية تتيح له إطلاق النار بشكل تلقائي بمجرد دخول الهدف المعاد في مجال الإصابة، ويمكن للطائرة استخدام 6 نقاط تعليق خارجية للمهام التي لا تتطلب التخفي. وعلى الجانب الآخر تتسلح Su-35 الإيرانية بمدفع الرشاش من عيار 30 ملم للاشتباك الجوي قصير المدى، وتحمل نحو 8 أطنان من الصواريخ والقنابل موزعين على 14 نقطة تعليق، تضم قنابل متنوعة من عائلة فاب وكاب الموجهة بالليزر عالية الدقة، وصواريخ جو الأكثر تقدماً في العالم من طراز R-77 فيمبل، والقادرة على تتبع أي جسم طائر من ارتفاع 80 متراً وحتى 25 ألف متر ضمن نطاق 240 كيلومتر بسرعة 4 ماخ، والذي يعمل عبر تقنية الرادار النشط، ما يعني أن الأفعى الإيرانية قادرة على احتلال الفضاء الذي تحلق به في دائرة يبلغ قطرها قرابة 500 كيلومتر. وتستطيع الطائرة في الوقت الراهن أن تحمل على متنها 6 صواريخ مجنحة من طراز Kh-31 التي يمكن أن تستخدم ضد السفن والدفاعات الجوية الأرضية على حد سواء. F-35 المميزات والعيوب. أهم ما يميز المقاتلة الشبحية F-35 التخفي والإقلاع العمودية والطيران على ارتفاعات منخفضة جداً، بالإضافة إلى منظومة رصد كهربصري تغطي كامل محيط الطائرة من كل الاتجاهات مع رادار متطور بمدى أكثر من 400 كيلومتر. وعلى الرغم من كثرة التقنيات والحواسيب بداخل هذه الطائرة، إلا أنها وباعتراف البنتاغون رسمياً تعاني من وجود 834 خطأ برمجي في أنظمتها، خاصة في أنظمة الإقلاع والهبوط، ولربما لاحظ معظمكم أن نحو ثلثي حوادث F-35 المتكررة كانت خلال عملية الإقلاع أو الهبوط، خصيصاً النسخة C المخصصة لحاملات الطائرات.
هذا بجانب مشكلة تآكل الطلاء الشبحي في النسختين بي وسي، بمجرد وصولها إلى سرعة 1.3 ماخ، ومع استمرار التحليق لمدة أطول، بدأ هيكل الطائرة يسخن وترتفع بصمتها الحرارية، وتعطلت العديد من الخصائص والأنظمة. ولا تنتهي قائمة العيوب والمشاكل عند هذا الحد، لكن هذه العيوب هي ما أوقفت تحليق طائرات F-35 من قبل العديد من الدول المشغلة لها كالولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل وكوريا الجنوبية وعدة دول أوروبية. Su-35 المميزات والعيوب. تتفوق مقاتلة Su-35 بحمولة أسلحة أكبر وكثرة نقاط التعليق أسفل أجنحتها، كما تتميز بمدى طيران أطول يصل إلى 3600 كيلومتر، وقد يصل بأقصى حد إلى ارتفاع 4500 كيلومتر في حال تمت إضافة خزانات وقود خارجية. وقدرتها في المناورة أفضل بكثير من المقاتلة الإسرائيلية، كما أن تكلفة تشغيلها أقل كثيراً، حيث بلغت 36 ألف دولار لساعة الطيران الواحدة مقابل تكلفة تشغيل F-35 التي بلغت 43 ألف دولار للساعة. وعلى الرغم من مدى رادار Su-35 الكبير، إلا أنها تعاني من تأخر رادارها بسبب افتقاره إلى حالة نظام إيسا التي يصعب التشويش عليها، ودقته أعلى ويصعب تتبعه من قبل الخصوم. من ينتصر في المعارك، الأفعى الإيرانية أم الشبح الإسرائيلية؟ بادئ ذي بدء، ستظل ميزة Sukhoi-35 هي القدرة الكبيرة على المناورة دون منازع، فإن Su-35 ستفوز في الأغلب بجائزة أفضل مقاتلة جوية تلاحمية فيما يسمى بقتال الكلاب، وتظل أيضا منصة صاروخية متعددة الاستخدامات ضد الأهداف الجوية والأرضية. وبالتالي لو تواجهت السوخوي الإيرانية وF-35 الإسرائيلية وحدهما بدون دعم، فقد يكون التفوق للطائرة الإيرانية خاصة في القتال الجوي القريب. ولكن مع تطور الرادارات وأجهزة التشويش، فقد يتم تحديد مصير المعارك الجوية المستقبلية من خلال فعالية الصواريخ والقتال خلف مدى الرؤية. وفي هذا النوع من المعارك ستكون مقاتلة أدير قادرة على التفوق الجوي في القتال البعيد على Sukhoi-35 باستخدام رادار إيسا المتقدم. ولو أدخل في الاعتبار الأقمار الصناعية الأمريكية وطائرات الاستطلاع أوكس والحرب الإلكترونية والمساعدة القادمة من الطائرات الأمريكية الشبحية مثل F-22، فإن أدر الإسرائيلية ستتفوق بفضل حلفائها وليس بفضل قدراتها الذاتية. وفي نهاية الفيديو عزيزي المشاهد، برأيك هل بإمكان مقاتلات Sukhoi-35 حماية المواقع النووية الإيرانية من هجمات مقاتلات الشبح الإسرائيلية؟